أسعد الله صباحكم مشاهدينا وحياكم الله معنا في لقاء جديد جمعنا معكم مشاهدين تلفزيون الكويت في برنامج ترانز، وبناخذكم بجولة سريعة في صفحات التواصل الاجتماعي. ومثل ما انتم شايفين على الشاشة أمامكم كود الحصول على موعد التطعيم ضد فيروس كورونا، وكل اللي عليكم تسوونه أنكم تقومون بمسح الكود مشاهدينا الظاهر على الشاشة. مشاهدينا، مع هاشتاغ أسبوع التحصين العالمي راح تكون البداية حول العديد من الحملات العالمية والشعارات الداعمة للتطعيم للتقرب من عالم أوفر صحة. وبهالفيديو المتداول من حساب مركز التواصل الحكومي في تويتر نستعرض أبرز التحديات والجهود الجبارة المبذولة من بداية الجائحة وحتى هذه اللحظة، وفي المقدمة الطواقم الطبية اللي كانوا في مرمى العدوى. نشوف معكم. تستعد وزارة التربية لاستقبال أبنائنا من طلبة الصف الثاني عشر علمي وأدبي لإجراء الاختبارات النهائية ورقيا وللوقوف على الإجراءات الاحترازية وجاهزية المدارس. كان لنا هذا التقرير مع الزميلة فاطمة العميري. أكثر من 50,000 طالب وطالبة من طلاب الثاني عشر علمي وأدبي من المتوقع أن يقدمون الاختبارات النهائية ورقيا، واليوم إحنا في ثانوية فاطمة الهاشمية للوقوف على أهم إجراءات وزارة التربية. بعددك الحين أنتوا لجان الصف الثاني عشر، في البداية أول كان في لجنتين يسوونها صح؟ الحين انا قاعد اشوف ان انتم مسوين اكثر من لجنه، في شيء بالمسرح، في شيء بال يعني نفسهم مثلا الثاني عشر خلينا نقول علمي قسمتهم على اكثر من مثل ما انتم شايفين الصف كل طاوله موجود عليها المعقم، الكلينكس والماسك حق كل طالب. في تباعد اجتماعي ما بين الطاوله، يعني ما بين كل طالب وطالب، في مسافه كبيره ما بين الطاولة الأولى والطاولة الثانية. الأعداد اللي كانت تستقبلها المسارح في السابق أو خلينا نقول اللجان في السابق الآن صار أقل. قامت ثانوية فاطمة الهاشمية بإعداد ثلاث لجان لاستقبال الطلبة، لجان الأدبي والعلمي ولجان المنازل، 76 طالب علمي و46 طالب أدبي. قمنا بإجراء اللجان وفقا للاشتراطات الصحية، وذلك لبث روح الطمأنينة تحت شعار تطمن، وإن شاء الله كلنا على جهازية تامة في استقبال طلبتنا. مثل ما أنتم شايفين هذه العيادة اللي يتم فيها فحص الطلاب اللي يكون فيهم اشتباه بكورونا، بعدين يتم طبعا إرسالهم إلى غرفة العزل موجودة في نفس المدرسة. مثل ما أنتم شايفين المدارس مجهزة بالكامل لاستقبال الطلاب ومع التزام كافة الإجراءات الاحترازية. إلى حساب العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة في تويتر مشاهدين رصدنا لكم أراء المواطنين والمقيمين بعد تلقي لقاح كوفيد 19، وبدورهم حثوا الجميع على التطعيم لحماية أنفسهم والآخرين. نشوف معكم تفاصيل على الشاشة. I just got the first vaccine from Mishrif Hall number 5. The experience was much better than what I was expecting. I thought we have to stay outside, but it's well organized. We came inside. The queue is very fast moving and very helpful staff. I think there is some health workers guiding, very helpful. And very fast I got the vaccine, and the staff who is giving the nurse vaccine inside,
very polite, helpful greetings, and they tell me all the steps what to do. لازم كل واحد يطعم على أساس الواحد يحمي نفسه ويحمي الآخرين معه. رمضان وكذي بس يعني الحمد لله يعني ماشي الأمور على أحسن إلى أحسن. وأنا يعني أنصح الناس إنه يأخذ الجرعة، يعني أنت لو تأخذ الجرعة أنت تحمي نفسك بالأفضل. يعني اليوم كان موعدي الجرعة الثانية حق لقاح كوفيد، وكانت تجربة زينة أوكي يعني لا بأس فيها. الحين حدا كورونا واجد مشكلة، عشان كل نفرات هذا كلام، تعال كل نفرات عشان تتطعيم، لازم تتطعيم كل دنيا. هذا كورونا واجد مشكلة، كل نفرات الحين أعراب، واجد نفرات الحين موت، لازم تتطعيم. المحطة القادمة مشاهدينا من حساب بروفيسور طب الأطفال والأمراض المعدية وعضو لجنة اللقاحات بوزارة الصحة الدكتور خالد السعيد، اللي عرض عبر حسابه تغريدة لخبير الفيروسات في مستشفى ماونت سيناي في نيويورك. نشوف معاكم مفاد التغريدة على الشاشة. خبير الفيروسات في مستشفى ماونت سيناي في نيويورك، الالتزام بأخذ جرعتين من لقاح كورونا مهم جدا، إلا إذا كنت مصابا بكورونا قبل التطعيم فجرعة واحدة كافية. تحت هاشتاغ مشاهدين الناعم للتطعيم، دكتور الأمراض الفيروسية محمد أبل يشرح لنا أهداف تطعيمات كورونا وشلون تساهم في السيطرة على الوباء، والتفاصيل نتابع معكم هذا الفيديو المتداول. الهدف من التطعيمات اللي قاعدة تعطى الآن هي الوصول إلى المناعة المجتمعية. نحتاج إحنا نطعم 70% وأكثر من المجتمع علشان نوصل حق هذه المناعة ونحقق الهدف ونقضي على انتشار الفيروس. هناك أهداف أخرى غير الهدف هذا. الهدف الأول والأهم هو المنع من الإصابة. التطعيمات تحميني بنسبة 85 إلى 95% من الإصابة الأساسية، أو الحماية من المضاعفات الخطيرة ودخول المستشفى ودخول العناية المركزة، كذلك الوفاة. والهدف الرابع هو الحماية من العدوى. أنا أتطعم، كمية الفيروس عندي لو تمت الإصابة تكون أقل من المعدل لو أنا ما كنت متطعم. لذلك أنا أنصح الناس بالتطعيم، نعم للتطعيم. مشاهدينا، من الحرم المكي وفي مشهد انتشر بين رواد التواصل الاجتماعي لحمامة وقفت على رأس أحد المصلين بكل سكينة وأمان أثناء أداء للصلاة دون أن يختل توازنها، تركع وتسجد معان. خليكم مشاهدينا مع هذا الفيديو المتداول. مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدينا تداولت نجاح البعثة الأثرية في منطقة كوم الخلجان بمصر في الكشف عن 110 مقابر أثرية يرجع تاريخها إلى 3 مراحل حضارية مختلفة. نتابع هذا الفيديو من حساب رويترز الإخبارية في منصة تويتر.
وبكذي مشاهدينا وصلنا معكم الختام جولتنا، نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع مليئة بالصحة والسعادة، في أمان الله.